المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لنردد دائماً الصلاة التي علمنا إياها يسوع. البطريرك ثيوفيلوس: الأردن هو السند الأكبر لفلسطين. جلالة الملك: الأردن مستمر ببذل جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً قداسة الذات الإلهية، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع، تأمل قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بموضوع الصلاة التي علمنا إياها يسوع، وقال قداسته: في صلاة الأبانا حكمة عظيمة، وفيها يجب أن نكون متواضعين حتى لا تصبح صلاتنا بلا معنى. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع كيف نكون أكيدين أن الله يستجيب لنا. قال قداسته: نحن نصلي ونطلب، ومع هذا في بعض الأحيان تبدو صلواتنا غير مسموعة، ما طلبناه لنا أو للآخرين لم يتحقق. وإذا كان السبب الذي من أجله صلينا نبيلا، فإن عدم الاستجابة يبدو لنا شكا وحجر عثرة. ثم قد يتوقف بعضهم حتى عن الصلاة لأنهم يعتقدون أن صلاتهم لا تستجاب. يقول لنا التعليم المسيحي: يجب أن نكون حذرين، قد يكون إيماننا غير صحيح. بحتمية الاستجابة نريد نحن أن نبدل الله بدلاً من أن نبدل أنفسنا نحن، وكأن الله هو الذي يخدمنا ولسنا نحن الذين نخدم الله. في صلاة الأبانا حكمة عظيمة، إنها صلاة طالبات فقط، ولكن الطالبات الأولى موجهة إلى الله، ولا نطلب شيئاً لأنفسنا. في الصلاة يجب أن نكون متواضعين حتى لا تصبح صلاتنا بلا معنى. ومع ذلك يبقى السؤال: عندما يصلي الناس بقلب صادق، وعندما يطلبون خيرات تتفق مع ملكوت الله، وعندما تصلي الأم من أجل طفلها المريض، لماذا يبدو أحياناً أن الله لا يصغي؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نتأمل بهدوء في الأناجيل. حتى الصلاة التي وجهها يسوع إلى الآب في الجسمانية تبدو غير مسموعة، ومع ذلك استجيب يسوع في يوم القيامة. الكلمة الأخيرة ليست للشر بل لله، وسيستجيب الله لنا في حينه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste, la festa in cui Gesù ha inviato su di noi lo Spirito Santo, il Paraclito, che rafforza in noi la fede e sostiene la preghiera. Ripetiamo dunque la preghiera che Gesù ci ha insegnato: sia fatta la tua volontà e non la nostra. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. احتفلنا الأحد الماضي بعيد العنصرة، فيها أرسل يسوع الروح القدس إلينا جميعاً، المعزي الذي يقوي فينا الإيمان الذي يدعم الصلاة. ف
فلنردد إذن الصلاة التي علمنا إياها يسوع قائلين: لتكن مشيئتك لا مشيئتنا. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. بفخر وعزيمة وعطاء وأمل نحو مستقبل مشرق، احتفل أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الثلاثاء الماضي بالذكرى 75 لاستقلال المملكة، مستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم، بما تحقق من منجزات أعلت من شأنه ورسخت من مكانته بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وتتزامن هذه المناسبة الخالدة مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، حيث يمضي أبناء الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل، متطلعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العطاء والعمل في مجتمع واحد تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها، وصولاً لمستقبل أفضل بالمجالات كافة. وقد قام جلالته خلال الحفل بتكريم نحو 140 شخصية ممن ساهموا ببناء الوطن على مدار 100 عام من عمر الدولة الأردنية. وبهذه المناسبة السعيدة هنأ غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، ورئيس مجلس رؤساء كنائس الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأسرة الأردنية الكبيرة بذكرى استقلال المملكة 75، وقال: يعترينا الفخر ونحن نبارك للأردن وشعبه ذكرى الاستقلال، وهم الذين قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على وطنهم، متحدين مسيحيين ومسلمين لرفعة بلدهم وحمايته. وختم غبطته: أدعو الله أن يحفظ الأردن وجيشه وأجهزته الأمنية، وعلى رأسهم الوصي على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأن يبقى الأردن واحة الأمن والإطمئنان والسلام والمحبة والإخاء بين أفراد أسرته الأردنية الواحدة. خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان وعدداً من رؤساء لجان المجلس، جدد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وأكد جلالة الملك ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم، وثمن الحضور مواقف جلالة الملك وجهوده في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم ودعم صمود المقدسيين، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. تلبية لنداء قداسة البابا فرانسيس لرفع الدعاء من أجل السلام في المدينة المقدسة، ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسبالا بطريرك القدس للاتين صلاة من أجل تحقيق العدل وإحلال السلام. وقد أقيمت الصلاة في كنيسة القديس استيفانيوس للآباء الدومينيكان في القدس بمشاركة عدد من المطارنة والأباء الكهنة وعدد كبير من الرهبان والراهبات. وشدد البطريرك باتسبالا في عظته على أهمية الصلاة من أجل السلام وإنهاء الحرب في الأرض المقدسة. على صعيد آخر، وتقديراً لخدماتها المتفانية في الأراضي المقدسة، منح البطريرك بيير باتيستا باتسبالا بطريرك القدس للاتين الأخت ماليسا من راهبات العائلة المقدسة في الناصرة ميدالية القبر المقدس. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في النيابة البطريركية اللاتينية في مدينة الناصرة بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات في الأراضي المقدسة. يشار أن الأخت ماليسا وهي بولندية الأصل خدمت دار النيابة البطريركية اللاتينية في مدينة الناصرة منذ عام 1994 بإخلاص شديد وارتباط عميق بالبطريركية اللاتينية، وكانت طيلة أكثر من ربع قرن مثالاً استثنائياً للحياة الرهبانية والرعوية والاجتماعية. ببركة غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الشماس أشعياء حداد كاهناً جديداً على مذابح الرب، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة بمادبة. وفي كلمة روحية وجهها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة للكاهن الجديد أكد فيها أن محبة الله العظيمة هي التي تؤهلنا نحن غير المستحقين لخدمة الأسرار الإلهية وتتميمها بورع وأمانة وإخلاص. اليوم الكنيسة بتدعوك حتى تصبح كاهن للعلي،
حتى تنال درجة الكهنوت الثانية وتصبح خادم للمذبح الإلهي تتمم أسرار الكنيسة، هاي الكنيسة اللي الرب والمخلص يسوع المسيح افتداها بدمه الكريم على الصليب. اليوم ببركة أبينا وبطرياركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وبقرار من المجمع المقدس، الكنيسة من خلال حقارتي بتدعوك حتى تخدم بطرياركيتنا المقدسية المجيدة أم الكنائس. يا ابني الشماس أشعياء، خدمة الكنيسة هي رهيبة، لأنه أباء الكنيسة القديسين بتكلموا، الملائكة القديسين بتشتهي إنها ترى وتشوف ما يتمم الكاهن. لهذا السبب أباء الكنيسة في تكلمهم عن الكهنوت تكلموا قديش الكاهن لازم يكون قديس حتى يقدر إنه يقود الشعب للمسيح، لأنه هدفنا يا ابني هو وصولك للخلاص ووصول كل أبناء الرعية اللي اليوم الكنيسة رح تأتمنها عليك يوصلوا للملكوت السماوي. وفي الختام هنأ سيادته عائلة الكاهن الجديد متضرعاً إلى الرب الإله أن يمنحه النعمة والقوة للسير على خطى الآباء والأجداد القديسين. اشترك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وذوي الكاهن الجديد وجمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن السلامة العامة. كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان تعد من الكنائس الكبرى في المملكة بمبناها اللافت لكل من يزورها أو يمر من جانبها، وهي بموقعها تتوسط بيوت الرعية الساكنين من حولها. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة والتقت كاهنها الأب أنطون هريمات وعدت التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله. فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، ففي بيته نلقى الراحة والسكينة والسلام والأمان، وفيه نرفع صلاتنا وابتهالنا للقائم من بين الأموات أن يقيم فينا فيض نعمه السماوية، فما أعوزنا وأحوجنا لمسكن العلي حيث الملائكة. في جولتنا لهذا الأسبوع نلتقي معكم أعزائنا في كنيسة بهية ومميزة لها مكانة مقدسة لدى قلوب الكثير من المؤمنين، إنها كنيسة العذراء الناصرية للاتين الواقعة في منطقة الصويفية بعمان منذ عام 1983. عدسة نورسات مكتب الأردن زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعيتها الأب أنطون هريمات، وقبل أن يحدثنا عن تاريخ ونشأة الكنيسة تضرع لله العلي القدير أن تكون العذراء مريم الأم الحنونة لكل مؤمن والتي هي هدية الصليب لكل محبيها. الأب أنطون هريمات انتقل إلى الكنيسة عام 2013، واستطاع بفعل محبته لرعيته أن يزرع حب الله والعذراء في قلوب الكبار والصغار وحب الصلاة في الكنيسة بالسبحة الوردية، وقال: إحنا هون زي ما تعرفوا في كنيسة العذراء الناصرية، شوف ما أجمل من الاسم العذراء الناصرية. هاي الكنيسة تأسست سنة 1983 المرحوم العادل قبعين
هو وزوجته الله يطول عمرها السيدة وداد قبعين هم اللي بنوا هاي الكنيسة. وقبر المرحوم عادل قبعين موجود تحت الهيكل خلف أبونا، القبر موجود من على صور الكنيسة من الخلف. هاي الكنيسة لما انبنت ما كان في ناس كثير حواليها، وعشان هيك هي كبيرة بس مش كبيرة بما فيه الكفاية إنه تضم كل الناس الموجودين فيها حاليا، في حوالي 1700 عائلة مسيحية حوالينا، والمنطقة شاسعة جدا اللي بتضمها رعية العذراء الناصرية. هي الكنيسة هي كنيسة حية، كنيسة حية معناه إنه الناس مليانة بتكون في الكنيسة. يوم الأحد ولا يوم السبت بالقلديس بتكون الكنيسة على الأطراف كلياتها مليانة ناس من اللي واقفين بدهم يسمعوا كلمة ربنا. هاي الكنيسة اللي بتضم فيها فعاليات كبيرة مثل مجلس الرعية، مجلس الرعية من الإسلام اللي بحاولوا يكونوا السند والإيد اليمنى للكاهن الرعية حتى يقودوا هاي الرعية. في الشبيبة اللي هي جدا فعالة، الكشاف اللي وجوده الكبير، فرقة الترتيل اللي هو وجودها في كل القذديس. فأستغل المناسبة حتى أشكر جميع الفعاليات، أوكي. وما بنسى الأخويات المريمية اللي موجودة عندنا في الكنيسة، اللي اجتماعاتها الأسبوعية. فإذا من ناحية حياة روحية في هالكنيسة الإشي بيرفع الرأس بالفعل، بتشعر إنه ناس أسرة واحدة عائلة واحدة بتعيش تحت سقف اسمه الكنيسة، كنيسة العذراء الناصرية. وبسبب العلاقة المتينة التي ربطت الأب أنطون هريمات مع رعيته التي يصل عددها لنحو 1700 عائلة، تمكنا من تفعيل الكثير من الأنشطة الرعوية وإقامة الملاحق اللازمة في الكنيسة، والأهم من ذلك ترسيخ فكرة زيارة المرضى في بيوتهم. وقال: هاي الكنيسة من لما أنا إجيت فيها هون سنة 2013 حاولت إنه أزرع حب العذراء في الكنيسة. بذكر أول وعظة حكيت لهم أنا بدي أعمل كل جهدي إني أسيج الكنيسة بالسبحة الوردية، بدي أسيج الرعية بالسبحة الوردية. وهذا اللي احنا نفتخر فيه، ان رعيتنا رعية العذراء الناصرية بتحب العذراء وبتصلي الصبحة الوردية. نشاطات كثيرة عملناها في هاي الرعية، بما في اول جمعة من الشهر الكنيسة بتكون خارج الكنيسة الناس، وبالفعل تعرف اي ساعة بعملها 8:30 الصبح. ليه؟ لانه إذا إشي محرز مفروض أنت تتعب تضحي في سبيله، وعشان هيك كان بإمكاني أعمله الساعة 11 يعني بعد ما يخلصوا شغلهم والسوق تاعهم وهلو مجرة. لا لا لا، إحنا إن الأولوية نحط ربنا، وطالما بوعدنا بإشي كبير محرز إنه نفيق ونضحي من الصبح ونيجي عليه. عشان هيك أول جمعة من الشهر دائما مليانة الكنيسة رغم إنها بتكون على 8:30 الصبح. بالواقع بهاي الكنيسة في عنا 58 هلأ بحكي لك 58 بيت اللي منناولهم كل أول جمعة من الشهر. طبعا في الشمامسة اللي بيساعدوني على مناولة المرضى، إنما هي نبدأها بيوم الخميس ويوم الجمعة حتى نناولهم جميعا. وهذا فخر إلنا إنه نحمل القربان الأقدس يسوع المسيح اللي يوم الأيام بده يستقبلنا بنهاية حياتنا، نضع السيد المسيح بين أيادي هدول الناس اللي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة. كنا بحاجة لغرفة للأطفال حتى الأم ما تنزعج إذا طفلها بكى ولا صرخ ولا هالمجرة، وحتى الناس تانيين ما يتضايقوا. فعملت غرفة للأطفال، أوكي، بنيتها هون. بنيت مزار لمار شربل لأنه كتير رعيتنا بتحب مار شربل، فقلت ليش ما أعمل مزار لمار شربل. وياما اللي بيجوا على مزار العذراء بروح على مزار مار شربل. وعملت مقام لبادري بيو اللي هو من القديسين الكبار اللي بيعملوا عجائب وعجائب وعجائب.
وختم الأب هريمات حديثه لنورسات عن أهمية ترسيخ العلاقة بين كاهن الرعية ورعيته، ومقابل هذه الخدمة وعرفان الرعية بالجميل للأب هريمات، وتكريما منها لكل الكهنة الذين مروا عليها لخدمتها. قام أبناء الرعية وعلى نفقتهم وبالتعاون مع الأب أنطون هريمات ببناء بيت خاص للكهنة كبار السن، وأسماه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة عندما يصلوا لسن التقاعد للإقامة فيه، حيث أن الكاهن يكرس كل حياته في خدمة المؤمنين. وما هذه التقدمة إلا تكريما له ولعطائه بأن ينعم بآخر حياته بإقامة مريحة تليق به. وكانت هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البطريركية، حيث اعتاد المؤمنون بأن تبني الكنيسة للشعب، لكن في هذه الرعية الشعب هو الذي يبني. وحاليا أنا عمالي ببني بيت غريب عجيب رح يكون اسمه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. إيش أصل هاي الفكرة؟ بعد ما خلصت كل ما حوالي اللي لازم أعمله من غرفة أطفال ولا مزارات ولا آل مجرة، إجتني فكرة. حكيت الناس ما تعرف إيش الخوري، هذا الخوري له قصة. بيشوفوا الخوري إجاهم، يجي خوري جديد عمره 40 50 30 سنة، بس ما بيعرفوا ماضيه. هذا الخوري له يوم من الأيام على عمر 11 سنة ترك أبوه أمه أخوه أخته بلده مدرسته. هذا الخوري لما يصير خوري بيبتدي يتنقل من رعية لرعية. نسمع أنه الخوري يتنقل من رعية لرعية، يا جماعة مش سهلة هاي القصة. أنت إذا بدك تنقل من هذا البيت للبيت الثاني قديش صعب بده يكون. هالخوري بحياته بمسيرة حياته إيش بحاول يعمل؟ بحاول إنه يزرع كلمة ربنا، يقربهم لربنا، يجيبهم لربنا. ومين وايل في أثناء ذلك بحاول إنه يعمل أشياء، إذا كان عنده الإمكانية يبني كنيسة ولا يعمل مدرسة ولا مستوصف ولا يصلح من هون وهاي. وهيك الناس متعودين على هالخوري، أوكي؟ لكن هالخوري بآخر مطاف بده يكبر، ولما صار كبير هذا الخوري وين يروح؟ والده والدته ربنا أخذ بداعتهم بيكونوا أكيد، صحياً هو تعبان يمكن. ففكرت في شغلي، قلت ليش ما أعمل شغلي اللي بالبطركية كاملة بتاريخها بالكامل من عملات، أوكي؟ اللي هي بدل ما الخوري يبني لرعيته، خلي الرعية كعرفان جميل تبني إله. وهكذا كان، وأعلنت ب 22/12/2019 إنه هي الفكرة، إنه بدنا نبني إحنا كعرفان جميل لخوانتنا بيت منسميه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. أعلنت، سبحان الله، أنا بالنسبة لي هذا البيت هو بيت معجزة. ليه؟ بحياتنا ما طلبنا مصاري، ما كنا نطلب مصاري. وبعد شهرين ثلاثة من بداية المشروع إجت الكورونا، وثلاثة أشهر تسكرت كل الكنائس، ومع هذا كمل المشروع وكمل المشروع، وتقريبا انتهى المشروع اللي بأربعة سبعة إحنا رايحين نفتتحه. بهي المناسبة أستغل المناسبة حتى أشكر أي إنسان ساعدنا لمشروع كبير جدا جدا، هو طابقين وطابق تسوية، يعني ثلاث طوابق، مساحة تتعدى 1600 متر أفتكر مربع، ونشكر الله. فبدي أشكر كل إنسان شارك، اللي حط تعريف واللي حط دينار واللي حط 10,000 ولا 1,000، بعيون ربنا اللي بتطلع على فلس الأرملة. بس أنا هاي المناسبة حتى أقول للجميع اللي أنتوا حطيتوا، اللي كنتوا تعطوا لأبونا وأبونا يقول لكم هذا على نيتكم، هذا هو بركة لكم ولولادكم. ألف شكر للجميع، ألف شكر لأبناء رعيتي اللي أنا بحبها وحبيتها وزرتهم كلياتهم وبفتخر فيهم وين ما كنت.
الأب أنطون هريمات لقب بالكاهن المهندس، ليس فحسب في حقل الرب لخدمة النفوس، إنما أيضا في حقل البناء، فحيثما حل كان يترك بصمات له، خاصة في تشييد المزارات المريمية، لكي يكون لائقا لسماع كلمة الله وتكريم قديسيه. وما قام به الأب هريمات في هذه الكنيسة سيبقى شاهدا له مدى الحياة. طبعا بين المزارات عنا في عنا مزار كثير حلو المتواضع لماري يوسف، في عنا بين المباني اللي بتشوفوها هلأ في عنا القاعة، هاي القاعة اللي تستعمل لنشاطات كبيرة في الرعية، ببدأ فيها إنه بالأعياد نستقبل من رئيس الوزراء للوزراء للناس الكبار، المطرانية تستعملها دائما في استقبالاتها، القاعة كثير حلوة كثير رائعة، تستعمل أيضا لنشاطات الرعية بالأطراح وبالأفراح، تستعمل مثلا في عيد الميلاد حتى يعملوا البازار السنوي لهم، فكثير مفيدة هاي القاعة وياما بتجمع أبناء الرعية. بالنسبة للمرحوم عادل قبعين اللي حكينا إنه قبره موجود في الكنيسة هون، فعشان ذكرى شو عملت؟ عملت بستان كثير حلو عند القبر تاعه وين القبر مكتوب المرحوم عادل قبعين، كعملية شكر والناس اللي بتحب تزور وتصلي صلاة صغيرة، لأنه هذا الإنسان أنا بالنسبة إلي إنسان كبير جدا. تصور أكم من ألف وألف وألف إنسان بسبب المرحوم عادل قبعين وزوجته الله يطول بعمرها السيدة وداد قبعين، قديش ناس إجوا نالوا سر الاعتراف، كم من عشرات وعشرات ومئات الآلاف اللي نالوا القربان الأقدس، كم من الناس إجوا ركعوا وسجدوا للقربان الأقدس. فإذا هذا فخر لآل قبعين هاي الكنيسة، وشكر كبير لهاي العائلة اللي استطاعت تنضم مئات ومئات من الآلاف من المسيحيين فيها. هيكل الكنيسة اللي بتشوفوا خلفي هو تم تجديده من متبرع كريم، رفض انه يحكي اسمه، طلب مني ما اذكرش اسمه، فارتقيت اني اعمله على نفس الشكل القديم اوكي، لكن انما برخام جديد في رخام اسود حتى يبرز، وكبرت الهيكل بحيث انه بامكانك تضع 12 خادم موجود هناك كليات عمل تمس طبيبي بالكامل. كل ما بتشوفوه موجود اوكي، كل اشي موجود هو من أهل هاي الرعية، وما في أي تعريفة أي فلس إجا من خارج الرعية، كلياتها من الرعية، عشان هيك الشكر كل الشكر بعد ربنا لأبناء هاي الرعية. كنيسة تكرم السيدة العذراء من خلال مزارها المميز، وأيضا مزارات عدة للقديسين لكي تبقى المكانة الذي يمنح المؤمنين المتعبين والثقيلي الأحمال الأمانة والسلامة والطمأنينة، وليبقى صوت أجراس الكنيسة صادحة في سماء عمان، مرنمة قائلة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في بالتعاون مع مدرسة راهبات الوردية المصدار، نظمت كنيستا يسوع الملك في المصدار وماري يوسف بجبل عمان المهرجان المريمي تحت عنوان حبها حياة وذكرها نجاة. وقد أقيمت صلاة السبحة الوردية وقداس إلهي ترأسه كل من الأب وسام منصور كاهن رعية ماري يوسف للاتين جبل عمان، والأب مروان حسان كاهن رعية يسوع الملك للاتين المصدار. عاونهم في الخدمة الأب وجد طوال والشماس بيير زرنكيان والشديق بشار المعشر. تلا ذلك أمسية مريمية أحياها المرتلين عماد بصل ودينا فخوري وإبراهيم نعواس بمصاحبة العازف حران حجازين والشماس مايكل ذيب. مجد مريم يتعظم في المشارف والورود، ملكوها في القلوب، المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن وكل وقت وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم، وخذ إلى فردوسك كل النفوس وخصوصا تلك التي بحاجة أعظم إلى مراحمك. سلام سلام. في المهرجان ترأس الآباء الكهنة خدمة ازدياح شخص العذراء مريم في ساحة الكنيسة. هذا وشاركت براعم الرعية من مدرسة راهبات الوردية المصدار بنثر الورود على الموكب. ويشار بأن المهرجان شارك بتنظيمه كشافة كنيسة يسوع الملك المصدار. السلام السلام لك يا المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس بمسيرة نظمتها مجموعة فعاليات شعبية وكشفية في مدينة بيت جالا، حيث نادد المشاركون بالاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها أبناء المدينة المقدسية. المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. نظمت المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية
وفعاليات متعددة من مدينة بيت جالة، وبمشاركة الكهنة والمؤسسات والشخصيات وأهالي المدينة، وقفة تضامنية دعماً وإسناداً لأهالي غزة الذين تعرضوا خلال الأيام السابقة للعدوان الإسرائيلي، ورسالة تحمل في طياتها المحبة والصمود لعائلات حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وقد حملت الوقفة رسالة وطن واحد، شعب واحد، قضية واحدة. بدأت الوقفة بمسيرة كبيرة تقدمها علم فلسطين ويافطات متنوعة رفعت بيد أشبال وزهرات المجموعة الكشفية. وقد حملت اليافطات عناوين مختلفة مثل كلنا غزة، شعب واحد، أو نريد العيش بسلام، وعناوين كثيرة تحمل رسائل سلام. وقد تم تنفيذ الوقفة بحضور المطران عطلة حنة رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، حيث ألقى سيادته كلمة عبر فيها عن إيمانه بغد أجمل، وأن مسيحيي الأراضي المقدسة يفتخرون لانتمائهم لفلسطين ولعروبتهم الصادقة، مؤكداً أن المسيحيين ليسوا أقلية بل هم مكون رئيسي وأصحاب جذور ضاربة في أعماق التاريخ وفي فلسطين بالذات، وأن القدس بمسيحيها ومسلميها ستبقى صامدة وعاصمة للدولة الفلسطينية. القدس فيها كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، ولذلك نحن نعتقد بأن التعدي على مدينة القدس سواء كان هذا على مقدسات إسلامية أو مقدسات مسيحية هو تعدي على وجودنا، على تاريخنا، على هويتنا، على أصالتنا. ونحن مسيحيون فلسطينيون نفتخر بانتمائنا لإيماننا المسيحي، لمسيحيتنا المشرقية النقية، كما أننا نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن، لهذا الشعب، لهذه القضية، ولهذه الأرض المباركة، أرض الميلاد والفداء والتجسد والقداسة. أردنا من خلال هذا اللقاء أن نطلق صرخة أننا نرفض إجراءات الاحتلال في القدس، في غزة، في كل المدن والبلدات الفلسطينية. أردنا أن نقول أننا مع كل إنسان معذب ومع كل إنسان متألم ومع كل إنسان مضطهد، ونحن كفلسطينيين قضيتنا هي قضية عادلة، وإنساننا الفلسطيني منذ سنوات يناضل ويكافح من أجل الحرية ومن أجل نيل حقوقه ومن أجل تكريس وجوده في هذه الأرض المقدسة. الفلسطينيون مستهدفون، ولكن وبالرغم من كل ذلك هنالك الشموخ، هنالك الإباء، هنالك التمسك بالأرض، هنالك التمسك بالمقدسات. هذه هي رسالتنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، هذه هي رسالتنا ككنيسة. نحن كنيسة الأرض، نحن لسنا بضاعة مستوردة من هنا أو من هناك. نحن كنيسة لها تاريخ لم ينقطع لأكثر من 2000 عام، وبالتالي نحن نعيش آلام شعبنا ومعاناة شعبنا، ومن واجبنا أن نرفع الصوت عاليا منادين بأن تتحقق العدالة والحرية لهذا الشعب المظلوم. هي وقفة جماهيرية ألقيت فيها العديد من الكلمات المساندة لأهالي غزة الصامدين وعائلات حي الشيخ جراح بالقدس، وقفة ضد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الصابر على الظلم. من واجبنا الكشف اتجاه القضية الوطنية، جاءت فكرة الاعتصام ضد العدوان الإسرائيلي على كافة أطياف وأبناء الشعب الفلسطيني سواء في القدس، غزة، الضفة والداخل الفلسطيني المحتل. طبعا هاي الرسالة منوجهة لكل ضمائر العالم ولكل شرفاء العالم، أننا كفلسطينيين أصحاب حق وأصحاب قضية، وقد آن الأوان لنيل التحرر وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. وقفة صمود شعارها وطن واحد، شعب واحد، قضية واحدة. للنورسات مارلين الحدوة من منطقة المنشية بيت جالة. عن حياة حافلة بالإيمان والعطاء والعمل الصالح، انتقل إلى الأمجاد السماوية عميد كهنة الروم الملكي للكاثوليك في الأردن
الأب الأيكونومس بولس حداد، وقد شيع جثمانه الطاهر في مطرانية الكاثوليك أم الصماق إلى مثواه الأخير في مقبرة أم الحيران. مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يشاطرون آل حداد ووزير النقل الأسبق مالك حداد بأحر التعازي، ويدعون الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ذويه جميل الصبر وحسن العزاء. قداسة الذات الإلهية عنوان حلقة جديدة ومميزة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث وجه البرنامج سؤالا لضيوف الحلقة الآباء فرح حجازين وعدنان بدر وغازي الخوري حول كيفية العمل على تقديس اسم الله تعالى في حياتهم. فإلى هنا أبونا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ يعني كمؤمنين نحن، يعني ما هو المطلوب؟ شو العمل نقدر نقدس اسم الله بيومياتنا، بمشاريعنا، بصلاتنا، وكيف نقيم الصلاة كمان، وكيف نصلي؟ فتخبرنا نحن طبعا من خبرتك ومعلوماتك ومعرفتك كمان، يعني اللي احنا بنقدرها، وايضا انت حديثا نلت شهادة الدكتوراه في التربية، فمنبارك لك مرة أخرى كمان بهذه الشهادة المميزة. تسلموا، الله يحميكم، شكرا لهالفرصة اللي أتحتوها لي. الموضوع أول شيء بدي أسميه موضوع شيق، لأنه القداسة موضوع يخص كل إنسان مدعو لمحبة الرب من خلال حياته اليومية، لأن التعبير الحقيقي عن قدسية الحياة وقدسية معطي الحياة تنطبق على واقعنا البشري، وتكون هذه الأعمال التي نقوم بها هي تعبير عن محبة الله لنا عندما أعطانا الحياة وطلب منا أن نكون قديسين لنكون في مسيرة دائمة نحو حياة أبدية اللي غايتها الرب وطريقها هو الرب ومسيرتها أيضا برفقة الرب. بداية عندما نصلي الصلاة الربية والتي هي من أجمل الصلوات وهي الأكثر شيوعا كما نعلم عند المسيحيين، واللي علمنا إياها السيد المسيح، فإننا نقول وندعو الله الآب بكلمة أبانا. نعم. كلمة أبانا تدل على أننا أولا إخوة أبناء لأب واحد وهو الآب السماوي. إذ نقول أبانا الذي في السماوات، يعني نحدد أن مكان إقامة هذا الأب هو في السماء، وبالتالي هنالك أخوة روحية تربطنا بعضنا ببعض، روابط حقيقية وروابط فعالة لكنها ليست جسدية أو دنيوية. ميزة الأبوة الروحية أو الأبوة الإلهية هي أنها أبوة روحية تجمعنا فيما بيننا، هي أخوة روحية أيضا لأنها توحد أبناء الله الآب. بعد مناداتنا للآب السماوي في الصلاة الربية نطلب أن يتقدس اسمه، نقول ليتقدس اسمك. نحن نعلم أن الله بطبيعته قدوس، لا بل هو نبع القداسة، ودعوة سفر الأحبار بالفصل 19 الآية 2 كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. وبالتالي فإن اسم الرب هو أيضا قدوس، يعني اسم الرب القدوس كما نقول بالدارج المثل الشعبي اسمه على جسمه، هو مقدس، ولا أقول مقدس بل القدوس بنفسه هو القداس، هو نبع القداس. فقلنا القديس بطرس ما من اسم تحت السماء أعطيه الناس نستطيع به أن ندرك الخلاص إلا اسم يسوع، ونحن نعلم أن الاسم إنما يدل على الشخص، فمن احترم اسم الإنسان فقد احترم الشخص نفسه،
ومن احتقر الاسم فقد احتقر الشخص نفسه. اسم يسوع عندما أرسل الملاك جبرائيل لبشارة مريم العذراء قال لها تحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع أي المخلص. قداست هذا الاسم مريم العذراء في نشيد تعب تقول إن القديس صنع بعظائم واسمه قدوس. وكذلك علمنا السيد المسيح في الصلاة الربانية أن نقول ليتقدس اسمك. وفي المزامير سبحوا لاسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. بهذا الاسم ننال الخلاص. ما من اسم نستطيع أن ندرك به الخلاص إلا باسم يسوع. تسميته يسوع وهو يخلص شعبه من خطاياهم. باسمه توزع النعم. بدمه وصلنا من خطايانا. بموته وقيامته فتحت أبواب السماوات. باسمه تغفر لنا الخطايا. باسم يسوع تسجد كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم. الملائكة تسجد خاشعة لهذا الاسم. الشياطين ترتعد أمام عظمة هذا الاسم. وكانت تهرب عند سماع صوته والمسيح سيدها يطردها. الإنسان وحده يتمرد ويجرؤ على إهانة هذا الاسم القدوس مقترفا إثما عظيما ومخالفا الوصية الأولى من وصايا الله. لذلك كان القصاص للمجدف في العهد القديم يرجم بالحجارة حتى الموت. نعم. ثانيا المسيحيون للأسف يجدفون على هذا الاسم القدوس بحجج واهية. مثل أولا تقول هذا كلمة تطلع مني عفوا بدون قصد بدون انتباه. فهل ترضى أنت يا إنسان أن يهينك صاحبك مرارا وتكرارا في اليوم ويكتفي بالقول لك عفوا لم أقصد ذلك لم أنتبه؟ لو تكرمت علي بالسماح مرة أو مرتين فهل تغفر له على طول؟ ألا تقول له انتبه هذا يكفي أنت تهينني؟ ثانيا من منا إذا هينت كرامته أو كرامة أهل بيته لا يغار ولا يدافع عن كرامته الشخصية وكرامة أهل بيته؟ يا ترى هل كرامتك وكرامة أهل بيتك ووطنك أهم من كرامة الله؟ وأيضا كما يقول السيد المسيح في إنجيله المقدس كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، وكل ما لا تريدون أن يفعله الناس بنا فلا نفعله للغير. أبونا موضوع التقديس، تقديس اسم الله في حياتنا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ ووقت نعرف قداسة الله فمنجرب نطبق طبيعة الله، كينونة الله بحياتنا من خلال مسلكنا ومن خلال تصرفاتنا. الأخلاق إلى أهمية بحياتنا. نعم. مش بس العقائد، لأنه نحن منعيش حياة مسيحية مش بس عقائد مثل الأحزاب أو الجمعيات. نعم. فالإيمان والأعمال متلاصقين، مشان هيك لازم نكثف صلاتنا وتأملاتنا، لأنه الصلاة مش بس طلب أنه ربنا أعطينا وربنا علمنا عملنا. الصلاة هي معرفة طبيعة الله لحتى نتمثل بطبيعة الله. بما أنه هو قدوس بدنا نحول حياتنا مثله تصير مقدسة. نعم. فمنزهة، لعنده مثلا شفافية بالتصرف، شفافية بالتعاطي مع المال، مع بالحياة الجنسية كمان طهارة ونقاوة، تعاطي مع الناس، إظهار روح اللطف والمحبة للناس. هو كلهم بيخلونا نصير نقدس اسم الله بحياتنا، لأنه نحن مدعوين أنه نحول الأرض سما. وكيف تتحول الأرض سما إذا ما منحول حياتنا اليومية لحياة السماء؟ نعم. مثل ما قلت حتى معيد، فهودي بدهم جهد، لأنه ما بين الطبيعة الإنسانية الخاطئة والطبيعة الإنسانية اللي لازم تكون مؤلهة هون الصراع. نعم. إنه كيف أنا ما بدي روح بحيل الشرير بحياتي اليومية حتى بغرفتي، لأنه الإنسان بيعمل خطية حتى لحاله. نعم. فلازم أفكاره تكون مقدسة، تعاطي مع الجسد يكون مقدس، تعاطي مع الآخرين يكون مقدس. وهو كلهم ما بنقدر نعرفهم إلا من خلال الكتاب المقدس والتعمق فيه
ومن خلال حياتي الروحية اليومية، مثل ما بناكل يوميا لازم يكون عندنا حياة روحية يومية، ما في يوم يعوض عن الثاني. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك، الأردن مستمر ببذل جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. البطريرك بيرباتيستا باتسبالا يمنح الأخت ميليسا وسام القبر المقدس. الشماس أشعياء حداد كاهناً جديداً على مذابح الرب. فعاليات شعبية وكشفية في بيت جالة تندد بالاعتداءات على أبناء المدينة المقدسة. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.